الأمين شريف محمد عبد المقصود، تساقط لحم الوجه، فقدان العين اليسرى، ومشاكل في القلب. أمين شريف، قبل الواقعة هل كان ليك عداوات مع أي حد ولا رصدك تم بشكل عشوائي؟ عمري ما كان لي عداوات مع أي حد. طب احكي لي عن الواقعة من فضلك بالتفصيل. قبل وصولي لمقر عملي بحوالي 2 كيلو تم رصدي من العربات اللي هي الموديلات القديمة شوية. مفيش أي حد نزل من العربية. طبعا في نفس الوقت ده وأنا منتبه للسيارة فاتت من جنبي دراجة نارية أخرى تم من 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 منها مية نار على وشي. حسيت بألم جامد فبدأت أهدي المكنة وعشان أقف أمانة ما قدرتش أوقفها وقعت من على المكنة من الألم. فخدوني بعض المرة من الطريق وديني لأقرب مستشفى، كانت مستشفى بشوية العام. ووفقا لاهتمام السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد وزير الداخلية صدر قرار باستكمال علاجي بالخارج. رحلة العلاج خدت مدة قد إيه تقريباً؟ 8 سنين و8 شهور. عملت خلالهم كم عملية؟ حوالي 40 عملية. الإيمان ده اللي بيخلينا دايماً نتغلب على أي حاجة صعبة، ودايماً أي موقف ممكن يبان إن هو فيه ألم، لا بنطلع منه دايماً لمحة أمل، وده اللي أنا النهاردة اتعلمته منك. دي رسالتنا اللي إحنا بنقوم بيها من رجال الشرطة، من ضباط وأفراد ومدنيين داخل جهاز الشرطة. دي رسالة اللي بنقدمها وهنقدمها لحد آخر يوم في عمرنا، لأن احنا فدا الوطن وفدا الشعب.